والله يمكن انا كان ليا ظروف خاصه يعني محدده، لان انا يعني انتمي الى بيت صحفي. فرغم ان انا كنت ضابط شرطه بالفعل لمده 20 سنه، الا ان الاعلام كان بيجري في دمي. يعني انا يعني اتربيت في كنف الوالد الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد رجب، مدير تحرير جريده الاخبار، وحاليا ما زال هو مدير تحرير جريده الاخبار. وعصرت مع الوالد لان انا كنت مرافق دايما للوالد في جولاته الصحفيه في بدايه عمله بمؤسسه اخبار اليوم. فكان لي الحظ الوفير بصراحه ان انا يعني اختلط بقمم صحفيه لها ثقلها. يعني اذكر انني اجتمعت يوما مع الكاتب الصحفي العملاق مصطفى امين رحمه الله. اذكر ايضا وانا في جولات مع الوالد في بدايه حياته هو الصحفيه، وكنت انا ما زلت يعني طفل، لكن اتذكر ايضا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ وجيه ابو ذكري، الكاتب الكبير موسى صبري، الكاتب الكبير نبيل عصمت، الكاتب الكبير احمد الجندي، الاستاذ ابراهيم سعده، الاستاذ عصام بوصيله. انا يعني اتحدث هنا عن قمم صحفيه كبيره شاءت الظروف ان انا كنت اختلط بهم واجلس مع الوالد اثناء حوارات عديده جدا معاهم، وان انا كنت اتنفس رائحه المطابع في دار أخبار اليوم في مقرها القديم في شارع الصحافة. فأتذكر أيضا جلسات مطولة مع الكاتب الكبير الأستاذ علي سالم، الكاتب الكبير الأستاذ صالح مرسي. ولم أدرك قمم هذه الأسماء إلا بعد فترة، يعني لما كبرت عرفت أن مثلا صالح مرسي أقل حاجة عملها رأفت الهجان، علي سالم أقل حاجة عملها مدرسة المشاغبين، فلان أستاذ وكيل أبو ذكري ضد الحكومة. فيعني أنت عاوز أقول لكم إن موضوع اتجاهي إلى الإعلام لم يكن وليد الصدفة، أو إن أنا مثلا حلمت أو إن أنا أبقى إعلامي فصحيت الصبح لقيت نفسي إعلامي إطلاقا، ولكن أنا كان عندي ده من زمان جدا بحكم الوراثة وبحكم التربية وبحكم النشأة.